ومتابعا لفعاليات هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، وأيضا رئاسة سيادتي المشتركة مع ألمانيا لحوار بيترسبرغ للتغيرات المناخية، ينضم إلينا مباشرة من هناك علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، دعني أتحدث معك عن آخر التطورات فيما يخص هذه الزيارة ونشاطات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا. نعم، هبة، من الممكن أن نصف زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين بأنها تضيف حجرا جديدا في جدار العلاقات المصرية الألمانية، الذي بالمناسبة تأتي هذه الزيارة ويحتفل البلدان بمرور 70 عام على تأسيس وإطلاق هذه العلاقات الدبلوماسية التي شهدت طوال العقود الماضية طفرات متلاحقة من الازدهار ومن تعزيز أطر التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. في هذه الزيارة الشق الاقتصادي يحتل جزء كبير من مباحثات السيد الرئيس مع كبار المسؤولين في الجانب الألماني. نتحدث عن قطاعات بعينها، قطاع الطاقة، قطاع النقل، قطاع الإنشاءات والبنى التحتية، والاستفادة من التجارب الألمانية في كل هذه القطاعات لإلقاء مزيد من الضوء على عدد من هذه الموضوعات التي بحثها السيد الرئيس مع عدد من المسؤولين الألمان. ينضم إلي على الهواء مباشرة ضيفي المهندس هاني عازر، وهو عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لخبراء وعلماء مصر بالخارج، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز علماء الطرق وخبراء الطرق في العالم. برحب بسيادتك يا باشمهندس هاني، ولو تطلعني أو تطلعني على قراءة سيادتك لأبرز محطات النجاحات في العلاقات المصرية الألمانية على الصعيد الاقتصادي، وتحديدا على صعيد الاستفادة من التجارب الألمانية في عدد معين ومحدد من القطاعات، نتحدث عن قطاعي الطاقة والنقل. اهلا وسهلا بيكم اولا في المانيا وبرلين، وبرلين كلها منوره بيكم، وطبعا بزياره سياده الرئيس والوفد اللي معاه، وكلنا فرحانين انه كنتوا موجودين هنا، لان دي طبعا كلها بترفع راسنا كلنا كمصريين وكعرب، بحيث ان احنا هنا موجودين في الوقت ده، وان سياده الرئيس موجود في الزياره ديت، وان هو بيقابل برضو المستشار الالماني شولز برضو على انه مستشار لاول مره هنا، وترحيبه بيه دي بتبين برضو قوة العلاقات بين مصر وبين ألمانيا، والأيام اللي جاية هتزداد أكتر وأكتر في المستقبل، لأن طبعا مصر بيعتبروها الألمان هنا الركيزة للشرق الأوسط والأفريقيا، وإن دي البلد اللي هي ليها استثمارات مستقبلة وليها كمان أمل كبير في شبابها وولادها، فعلشان كده هم حسوا بيها في جميع المشاريع اللي هم قاموا بيها واستثمروا بيها وهيستثمروا بيها في مصر، ومهتمين جدا بالاستثمار والشراكة مع مصر في كل المجالات. في مجال الطاقة تحديدا يا باشمهندس هاني، مصر كان لها يعني تعاون وثيق مع احدى كبريات الشركات الألمانية، وهي شركة سيمنز، لبناء محطات الطاقة في مصر، وكانت هناك نجاحات لهذا التعاون. لو حضرتك تقول لي ماذا يعكس هذا التعاون من نظرة للمستثمر الألماني للسوق المصرية الواعدة؟ هو طبعا لو احنا نرجع شوية لثمان سنين ورا، من اول ما بدأنا من 8 سنين نشوف ايه اللي حصل في مجال الطاقة. يعني كان انا فاكر كويس لما كنت بنزل مصر، كان كل الناس بتشتكي ان الطاقة الكهرباء بتتقطع، ما حدش بيعرف يذاكر، التوجيهية على الثانوية العامة على ابواب البيوت ما كانش فيه. دلوقتي ما بنتكلمش على انقطاع الطاقة او الكهرباء، فدي معناها ان في حاجة حصلت كتير. من ضمن الشركات اللي قامت بهذا الموضوع الاتفاقية اللي تمت بين مصر وألمانيا، بين طبعا شركة سيمنز وألمانيا، في إنشاء 3 محطات الكهرباء الكبرى، واحدة في البرولوس وواحدة في العاصمة والثالثة في بني سويف، ودي طبعا كل واحدة منهم بتطلع 4800 جيجا وات على حسب ذاكرتي يعني. فده سبب كبير جدا ان الطاقة دلوقتي او الكهرباء دلوقتي موجودة عندنا، ونقدر دلوقتي على ما اعتقد ان احنا نقدر نصدرها لبرا اوروبا. ايه اللي حصل لما يبقى عندنا مشاريع زي دي من الطاقة؟ ان طبعا ما فيش اي مشروع تقدر تكمله لو ما كانش عندك بنية تحتية قوية او استثمار كبير في البنية التحتية. المانيا لما برضو الحرب العالمية الثانية عملت نفس العملية، بعد ما الحرب العالمية الثانية ان هي دخلنا على ان يعملوا الاستثمارات ويبنوا البلد بالبنية التحتية الاول، فالبنية التحتية منها برضو اساس الكهرباء،
لان من يعني لو احنا تخيلنا الكهرباء بدونها ما نقدرش نسوق المترو، ما نقدرش نسوق القطر الكهربائي السريع، ما نقدرش نعمل اجهزه كبيره بتشتغل بالكهرباء. يعني الكهرباء ليها اساس كبير في الاستثمار وليها اساس كبير في المستقبل بتاع الاقتصاد. يعني وصلنا الان الى الحديث عن ان مصر تتحول لان تكون مركز لانتاج وتداول وتوزيع الطاقه في المنطقه، اكبر هب او اكبر مركز لتداول وانتاج الطاقه. نتحدث ايضا وحضرتك قريب من دوائر صنع القرار سواء على المستوى السياسي او على مستوى المستثمرين الالمان، ابرز القطاعات التي تلقى اهتمام لدى المستثمر الالماني للاستثمار بها في مصر؟ هو دلوقتي طبعا في المركزين كلهم طبعا هنا في المانيا برضو على موضوع انشاء الخط الطريق السريع اللي هو القطر السريع لعين السخنه العالمين لغايه مطروح، او من القاهره الى اسوان، او من الاقصر للسفاجه هنا الغردقه. لو انت طبعا تمعنت في الكلام ده كله، دي معناها ان انا دلوقتي بخش في مجال الطاقه المتجدده، في مجال الاستثمار في البيئه والمناخ، ان احنا بنحاول دلوقتي نساعد العالم كله ونطبق نظريه أو اتفاقية باريس اللي هو انخفاض درجة الحرارة لواحد ونص درجة. فالنقل الأخضر اللي احنا بنستخدمه أو اللي احنا هنستخدمه ده من ضمن المشاريع القادمة اللي هي مصر قامت بيها. انت بتشوف ان مصر ليها رؤية، بتشوف كمان ان مصر بتبص لقدام. يعني هنا بدأوا يتكلموا في الموضوع بتاع الخط السريع اللي بالكهرباء، معناه ان انا برضو دلوقتي مفيش ديزل، مفيش اللي هو ايه انبعاثات اللي هي بتطلع اللي هي بتخفيض ثاني اكسيد الكربون. فديت برضو من ضمن المجالات، مجالات النقل الجماعي زي المترو، زي الاوتوبيس اللي هو السريع، كل ديت مجالات دلوقتي شغالين فيها. زائد طبعا مجال مش عايزين ننساه، موضوع الهيدروجين الايه الاخضر ده اللي هو العالم كله بص عليه. مصر كمان ليها مميزاتها القوية اللي اعتبر انا يعني من وجهة نظري مش موجودة في حتة تانية، انها موجودة على بحرين، البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، وفي نفس الوقت عندها مواني كتيرة. بدون المواني دي ما نقدرش ننقل الهيدروجين او ما نقدرش ننقل الغاز الطبيعي لاي بلد في العالم. المانيا بدأت تبني المواني دي دلوقتي لما عرفت الأزمة اللي حصلت، فبدأت تبني دلوقتي مواني. احنا عندنا المواني، عندنا الطاقة الشمسية وطاقة الريح، ونقدر نطلع منها عن طريقها الهيدروجين الأخضر. يعني في كل المجالات، مجالات النقل، مجالات المواني، مجالات الطرق والكباري، مجالات الطاقة، مجالات السكة الحديد والنقل الجماعي، بتلاقي ان البلد ماشية في طريق في جميع المجالات وفي كل المجالات وبسرعة. أخيرا مهندس هاني، قبل هذا الهواء قطعت جلسة لحضرتك جمعتك بعدد من المهتمين والمعنيين بالاستثمارات في مصر، وأيضا المهتمين بقضية التغير المناخي. لو حضرتك تطلعنا على أصداء الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس في الجلسة الرئيسية اليوم في حوار بيترسبرغ، كيف كانت هي الأصداء لهذه الكلمة والمقاربة الشاملة التي قدمتها مصر للتعاطي والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية؟ التغيرات المناخية أثبتت أن مصر هتلعب دور كبير جدا جدا جدا، وأن الثقة اللي في العالم كلها موجودة في مصر، أو علشان كده مصر هتستضيف مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر، ودي برضو بتبين ان العالم بيثق في السياسة مصر، سياسة الدولة والحكومة والرؤية بتاعتها. وفي نفس الوقت واثقين كمان ان هم ماشيين في الطريق الصح اللي هو بتاع اتفاقية باريس، تخفيض درجة الحرارة على 1.5، انخفاضات الانبعاثات بتاعة ثاني اكسيد الكربون، كل ده طبعا محطوط في الاعتبارات العالمية وبصلناها على نفس المنظر ده. مهتمين كمان ان سيادة الرئيس زي ما هو قال ان موضوع المناخ وموضوع كأفريقيا كقارة زي ما نقول خضراء شبابية ليها أمل كبير جدا أنها تقدر تساعد في موضوع تأثير المناخات اللي موجودة دلوقتي. فهم باصين لمصر على كل ناحية وواثقين في السياسة اللي موجودة في مصر أنها هتمشي في الطريق الصح، وعلشان كده بيدعموها وبيرحبوا بيها وعايزينهم دايما في كل حاجة تكون هم مصر تكون معاهم. فدي بتثبت طبعا ان احنا ماشيين صح. مهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لخبراء وعلماء مصر بالخارج وخبير الطرق العالمي
بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذه المداخلة. شكرا يا فندم، كتر خيركم وكل سنة طيبين كلكم. شكرا جزيلا. مصر الشريك الثالث تجاريا على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط لألمانيا. هناك أكثر من 1180 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية في كافة القطاعات. ميزان التبادل التجاري بين البلدين هذا العام نهز 6 مليارات دولار. أرقام تعكس مدى العلاقات القوية والمتينة الاقتصادية تحديدا التي جمعت القاهرة وبرلين، وأفاق رحبة سوف تنتظر هذه العلاقات بإرادة سياسية متوفرة لدى الجانبين سوف نشهد ثمارها خلال الفترة المقبلة كما أشار ضيفي الكريم منذ قليل. نعم نعم، علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، جزيل الشكر لك ولضيفك الكريم المهندس هاني عازر.